في حقيقة بادرة ديال مجلس مدينة الدار البيضاء من أجل الاحتفال يعني بالأجواء اللي كان سلفا اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء إلى عقلتي، ورحنا رفعنا الرهان مع رجال النظافة على أننا إن شاء الله بعد ثاني عيد تكون مدينة نقية، مدينة ما فيهاش أزبال، مدينة ما فيهاش روائح. بالفعل تم تلبية هذا الشيء. عمال النظافة لمجلس مدينة الدار البيضاء تجندوا ضحوا بالغالي والنفس من أجل القيام بهذه المهام طيلة أيام العيد، ما بخلوش علينا لا بوقتهم ولا بصحتهم، فكان أقل 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 تقدير وهو أننا نحتفلوا بهم اليوم ونعزوهم ونقولوا لهم على أنهم موظفين ديال مجلس مدينة الدار البيضاء، كيتعتبروا بحالهم بحال الموظفين اللي عندنا داخل المجلس، فهم جنود الخفاء اللي كيسهروا على راحة مدينة الدار البيضاء. يمكن ما كنحسوش بها، ولكن راه لولاهم، لولا التفاني ديالهم في العمل، لولا الجهود المبكرة والجهود المتأخرة في الليل لما كانت مدينة الدار البيضاء كما هي عليه اليوم. فتحية إجلال وتقدير، وحنا كنقولها ومازال كنقولها، هم جنود الخفاء لمجلس مدينة الدار البيضاء، فما غاديش نحبس من الشكر ديالهم. وطبعا خص تكون واحد الالتفاتة لهذه الفئة من عمال النظافة، فالمجلس اليوم واعي بالأهمية ديالهم، واعي بمدى المكانة ديالهم داخل المجلس. طبعا الشكر الموصول لكازا بيئة التي سهرت على ذلك، والشكر الموصول أيضا لشركتين أفيغدا وأغما، والشكر الموصول أيضا لرؤساء المقاطعات اللي سهروا على راحة ساكنة جل المقاطعات وكل مقاطعات مدينة الدار البيضاء. فهذا الشيء اللي وعدنا به الساكنة الحمد لله وفيناه، هذا عمل أولي ومازال خيكون عمل عمل عمل. فهذا من هذا المنبر ايضا اناشد جميع يعني المواطنين البيضاويين باش يحترموا هاد الناس، باش يقدروهم وباش يعزوهم وباش يسهلوا لهم عمليات النظافه اللي كيقوموا بها يوميا، لان عمليه جد شاقه، ليست بالهينه ليست بالسهله، وكيخص تضافر جهود جميع بيضاوي ان شاء الله باش مدينتنا تبقى نقيه وتبقى في المستوى اللي بغيناه. شكرا جزيلا. بحال يعني اليوم ما كنديروش فرق بين النساء والرجال النظافه، هناك طبعا رجال وهناك نساء، فما كنظنش على ان كان تمييز الجنس اليوم، فالكل يتفانى في العمل ديالو والكل خصو تحيه تقدير واجلال.